أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا ضيفنا الجناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا. أهلاً. في هذه الحلقة أعزائي سنستطرد معكم في الأسئلة والاعتراضات والتعليقات التي تردنا، وسنكمل أيضا عن موضوع كنا طرقناه فيما قبل عن ألوهية أو بنوة المسيح. جناب القمص، هناك سؤال يذكر أنه في سفر الملوك الثاني الإصحاح الثامن عدد 26 أنه ذكر عن أخزية الملك أنه كان ابن 22 سنة، وفي سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 22 آية 2 تقول أنه كان ابن 42 سنة. فيبدو أنه هناك تناقض في هذه الآيات، فماذا ترد على هذا السؤال؟ بالتأكيد طبعا الإنسان اللي بيقرأ حيلاقي أن دي 22 ودي 42، فيقول لك دي أعداد، يعني ما فيش بقى مفر، فلازم واحدة من الاثنين صح والتاني غلط. وعموما يبقى في تناقض، لكن طبعا الدراسة المتأنية المتعمقة بتثبت عكس هذا الكلام تماما. لأن على فكرة، يعني لو أن الكتاب المقدس محرف كان من السهل جدا أنهم يصلحوا الحاجات دي اللي هي تبدو أنها متعارضة ومتناقضة. يعني ما حدش فتك يعني يقدر يفهمها ويصلح الحتة دي لو كان في تحريف وإمكانية تبديل وتغيير. لكن لا، موجودة عشان خاطر تثبت أن رغم هذا التناقض الظاهري لكنها تثبت صحة الكتاب المقدس. طب إزاي بقى؟ تعال نرى. تفضل. في السنة الثانية عشر ليهورام، في السنة الثانية عشرة ليهورام ابن أخاب ملك إسرائيل ملك أخزية ابن يهورام ملك يهوذا. كان أخزية ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم. نعم. واسم أمه عثاليا بنت عمري ملك إسرائيل. ده يبقى موجود هنا في ملوك الثاني صح 8 عدد 26 22 سنة. نعم. طيب نشوف بقى إيه أخبار الأيام الثاني. نعم. إصحاح 22 ومن آية 2. كان أخزية ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة في أورشليم، واسم أمي عثاليا بنت عمري، وهو أيضا سلك في طريق أخب بيت أخب. وبعدين يقول لك كده لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، لأن أمه كانت تشير عليه بفعل الشر، يعني هي اللي كانت ايه متصدرة القضية كلها. طيب الحقيقة فين؟ نعرف الحقيقة الأول. الحقيقة ان عمر أخزية كان 22 سنة. ده ثابت. ليه؟ لأن أبوه اللي اسمه يهورام كان عمره حين ملك 32 سنة، وملك 8 سنوات. الكلام ده موجود في الملوك الثاني صح 8 وعدد 17. يبقى كان عنده 42 سنة 32 سنة وملك 8، فيكون مجمل عمر أبوه 40 سنة. فمش ممكن يكون ابنه عنده 42 سنة. فإذا ابنه عنده 22 سنة. ده السن الحقيقي. نعم. واضح؟ طب أمال إزاي جابوا بقى 42 سنة في أخبار أيام تاني؟ ويبقى ده غلط بقى. ده بتزود المشكلة تعقيد. هذا ما يبدو. نعم. هذا ما يبدو. لكن بص معي، لاحظ أنه يقول أنه لم يقل كان عمره، بل كان أنه قال أنه ابن 42 سنة، ورغم أنه مكتوب في حاشية الكتاب المقدس تحت عبارة قابل 20 التي تعني أنها قرأت 20 بدلا من 40، إلا أن المفسرين يقولون عن ذكر الكتاب المقدس أنه كان ابن 42 سنة بمعنى بلاغي مجازي. ليه بقى؟ لأن يقول لك أمه كانت هي اللي بتحكم
وهي اللي بتأمر عليه وتشير عليه لأن أمه كانت تشير عليه وكانت مالكة على الأرض. في أخبار أيام إصحاح 22 آية 12 وكانت مالكة على الأرض. يبقى مين اللي كان ملك الفعلي؟ الأم. لكن الولد كان شخشيخة في إيدها مش ملك فعلي. فسفر الملوك الثاني قال على الملك، الملك اللي هو اسميا بيملك ابن 22 سنة. لكن هنا ابتدى السفر في أخبار أيام تاني يشير بكناية وتورية إلى أن مش هو اللي كان ملك، هو كان ابن 22 سنة، لكن الملك الحقيقي كانت أمه وكان عندها 42 سنة. إذن هذا السن هو سن الأم وليس سن سن الأم، والكناية قائمة لأن يقول لك كده في الكتاب لأن أمه كانت تشير عليه وكانت مالكة في الأرض. كلمة مالكة دي هي المغزى بتاع الموضوع كله، فعمل تورية على المالك الحقيقي هو الأم. أخذ بحضرتك نقطتين، وهي أن أنا عايز أقوله أن أصحاب الاعتراض، وطبعا ده اللي أثاره برضو أحمد ديدات، عايز أقول له إيه رأيك في المقابلة دي البسيطة يعني عشان يحلها. نعم. والله يرحمه بقى. في سورة السجدة آية 5 يقول كده: يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم مقداره كم؟ 1000 سنة. 1000 سنة. الإمام النسفي بيفسر ذلك في الجزء الثالث صفحة 417 بأنه يوم القيامة. 1000 سنة مما تعدون بالعدد بتاعكم. وفي سورة المعارج آية 4 يقول: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويفسر الإمام النسفي أيضا هذا الكلام في الجزء الرابع صفحة 426 يقول إنه يوم القيامة. طب يوم القيامة 1000 ولا 50,000؟ معنى كلامك أن الله يستخدم تعبيرات مجازية قد لا نفهمها نحن البشر. ده هنا. ده هنا. نعم. الله بيستخدم كده. لكن هنا الخطأ الموجود أنه 1000 ولا 50,000 دي مشكلة. كان المفروض أن أحمد ديدات قبل ما ينتقد حاجات بالشكل ده يرجع أولا ويدي تفسيرات للاختلافات الموجودة في القرآن بين الأيام دي. مثال تاني بخصوص أيام الخلق. نعم. في سورة يونس آية 3 يقول إن ربكم خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وده بيتفق مع الكتاب المقدس. نعم. في كام؟ 6 أيام. بعدين ورد في سورة الأعراف آية 54 وسورة هود آية 7 وسورة الفرقان آية 59 وسورة السجدة آية 4 وسورة قاف آية 38 وسورة الحديد آية 4. شوف كم آية، كم سورة: الأعراف، هود، الفرقان، السجدة، قاف، الحديد. الكلام ده جه فيه إنها كام يوم؟ 6 أيام. نعم. ولكن في سورة فصلت من آية 9 ل 12 نحسب أيام الخلق بقى. إن الأرض والسماوات خلقت في 8 أيام. يفهم قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وقدر فيها أوقاتها في 4 أيام. يبقى يومين وأربعة، 6. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. فيكون مجمل الأيام الخلق كم؟
2 و4 و2 8 8 يمكن احنا بنقول كده بنتجنه، لا احنا ما بنفسرش. يعلق على هذا الامام النسفي في الجزء 4 صفحه 130 قائلا: خلق الله الارض في يومين، ثم قال: وقدر فيها اوقاتها في 4 ايام، ثم قال: فقضاهن 7 سماوات في يومين. الراجل بقى بيتكلم بيقول: فيكون خلاف قوله، خلاف قوله في 6 ايام في موضع اخر. وفي التوراة مكتوب 6 ايام. التوراة 6 ايام؟ نعم. وهنا 6 ولا 8؟ 6 في مكان و8 في مكان اخر. في مكان اخر، يعني كان اختلاف. بالاولى جدا احمد ديدات يفكر في الحاجات اللي عنده وما ينكش في الحاجات السليمة عشان يبرر الحاجات اللي موجودة عنده. واخد براحتك؟ لسه الواقع بقى أن المعترضين دايما بيتبعوا أسلوب لعب الكرة. إيه هو؟ أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. الهجوم عشان أنت ما تطلوش، فبيروح لك أنت عند ملعبك عشان يحمي نفسه. فيبتدوا بالاتهامات. نعم. والتشكيكات والافتراءات عشان يحمي نفسه، لكن بالعكس ده بيفتحوا على نفسهم فواتيح، بيفتحوا على نفسهم فواتيح. وعموما الكتاب المقدس، ودي نصيحة أقولها لكل من يقترب من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس قال عنه بطرس الرسول أن فيه أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين لهلاك أنفسهم. رسالة بطرس الثانية صح 3 عدد 15 و16. فالإنسان غير الفاهم وغير العالم وغير الثابت بيحرف الكلام العسر الفهم لهلاك نفسه. فنصيحتي لأي معترض على الكتاب المقدس، ماذا تقصد لهلاك نفسه؟ هلاكه الأبدي، يعني هلاكه الأبدي، يعني بدل ما يخلص نفسه وينال حياة أبدية مرضية عند الله فبيطعن نفسه، بيموت نفسه موت أبدي. مش كده؟ ونفسه غالية. فأنا يعني كل أمنيتي أن الإنسان قبل ما يتهجم على كلام ربنا يعمل إيه؟ يدرس. ويسأل. أهل الذكر، وإحنا مستعدين لكل إجابة. شكراً. في الواقع أنت تطرقت لموضوع التحريف، وهناك أحد الإخوة المسلمين في كتاب أولاد إسماعيل أيضا أقرأ مقتطف صغير يقول: باسل، أنت تؤمن أن الله قوي وقادر على كل شيء وجبار ولا مبدل لكلماته، فكيف سمح أن يحدث التحريف ليس فقط لكتاب واحد من كتبه بل لجميع كتبه ما عدا كتاب واحد؟ فسمح بتحريف التوراة الذي أنزله على موسى، وبعد ذلك سمح بتحريف الزبور أي المزامير الذي أنزله على داود، وبعد ذلك سمح بتحريف الإنجيل الذي أنزله على عيسى، وبعد 600 سنة تقريبا 6 قرون متكاملة أجيال ماتت وأجيال عاشت على الضلال وعلى تحريف الكتب المقدسة، أتى الله بكتاب لا يقول أحد أن يحرفه. فجأة أصبح الله قوي وجبار وغير مبدل لكلماته بعد كل هذا التاريخ الذي حرفت فيه كتبه وضل فيه عباده بني إسرائيل الذين فضلهم على العالمين، والقسيسين والرهبان الذين يتلون الكتاب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل هؤلاء ضلوا. فهل تتخيل معي إله لم يقدر أن يحفظ كتابه من التبديل والتغيير والتحريف، يقدر أن يحفظ عباده؟ لمزيد من القراءة أعزائي كتاب أولاد إسماعيل فيه الكثير مثل هذه الأحاديث. أيضا لدينا سؤال آخر، ولو إحنا ذكرنا في الحلقة السابقة عن المسيح، تقولون أنتم المسيحيون أن المسيح ابن الله أو أنه الله،
كيف يعقل هذا؟ ألك رد على هذا التعليق؟ بالتأكيد احنا في حلقات سابقة اتكلمنا عن الموضوع ده بتوسع قوي، نعم، يمكن في 5 حلقات، نعم، لكن طبعا علشان خاطر وقت البرنامج ويمكن في بعض من المشاهدين ما سمعوش الحلقات القديمة فندي المختصر المفيد. نعم. المفروض ان احنا نعرف ان المسيح طبيعة من طبيعتين، طبيعة جسدية زي بقية البشر، نعم، بس من غير خطية، نعم، طبيعة جسدية أخذها من العذراء مريم، ولد منها فأخذ هذه الطبيعة، نعم، دي واحد. وطبيعة أخرى لاهوتية، الله ظهر في هذا الجسد أو هذا الإنسان. فيبقى المسيح زي ما قال الكتاب المقدس بالنص عنه عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. نعم. الله ظهر في الجسد. ويعترض المعترضون ازاي ربنا سبحانه وتعالى، نعم، يظهر في مادة، شيء مادي. نعم. نقول ان هذا ليس بغريب على قدرة الله وإمكانياته، ان الله قادر على كل شيء، على كل شيء، وهذا لا يتعارض مع العقل، بدليل أن في القرآن في سورة الأعراف يقول وتجلى ربك للجبل فجعله دكا وصار موسى صاعقا. تجلى ربك للجبل، في إمكانية تجلي الله للجبل في الجبل، بس تجلى، وكانت النتيجة لتجليه إن الجبل الدك وموسى صعق، مش كده؟ نعم. لأن هيصعق زي موسى لو ما كانش يشوف. وطبعا المفسرين كلهم بيجملوا على إن الله تجلى على الجبل. حاجة تانية مادية، تجلى الله لموسى من وراء حجاب، والحجاب كان الشجرة، يقول كده في سورة القصص وسورة طه وصورة النمل. هل أتاك حديث موسى إذ آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله أمكسوا إني آنست، يعني رأيت نارا، لعلي آتيكم بخبر منها أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا الله رب العالمين. دي سورة القصص، نفس القصة اتقالت في سورة طه بس بتعبير تاني، لا إله إلا أنا. ونفس القصة اتقالت في سورة النمل بس بتعبير آخر، بورك من في النار ومن حولها. يبقى إذن الله تجلى، ويجمع المفسرون إن الله تجلى من وراء حجاب، وده اللي قرناه امبارح في موقع الأزهر، إن الوحي أحيانا يأتي من وراء حجاب كما حدث مع موسى وتكلم الله إليه من الشجرة. ده في موقع الأزهر. نعم. إذا كان الله، ده السؤال، إذا كان الله يتجلى في حجر ويتجلى في شجر، نعم، أفيعتبر كفرا إن قلنا أنه يتجلى في بشر والبشر أرقى من الحجر والشجر؟ الله ظاهر في الجسد، عملية بسيطة فيهاش إطلاقا أي لخبطة، بس الإنسان اللي عايز يعترض بيعترض. نعم. الإنسان اللي مش عايز يفهم ما بيفهمش، وبيمسك حاجات بالشكل دي عشان خاطر. طيب، يبقى احنا هنا قلنا أن المسيح طبيعة جسدية عادية، نعم، يأكل ويشرب وينام، حل فيه طبيعة روحانية اللي هو الله نفسه، حل فيه لاهوت فأصبح طبيعة جديدة. وأنا في البرنامج اللي فات أتذكر أن أنا فجأة اكتشفت أن كان في جيبي ألمين، مش معايا دلوقتي، ألم أسود وألم أحمر. الألم الأسود ده رمز للحديد، للآباء القديسين
قالوا لي تشبيه جميل. قالوا ازاي اللاهوت ظهر في الناسوت؟ الحديد اسود لما يتحط في النار بيطلع احمر. الحديد ما ضاعش والنار ما تلاشتش. الحديد لم يصبح نارا والنار لم تصبح حديدا. فاذا ده نسميه حديد ولا نار؟ نسميه حديد محمى. نعم. ليه؟ لان النار اتحدت بالحديد. فله فعل النار يحرق ويقدر يتحمل الطرق ونشكله لانه حديد. فالمسيح كان زي التشبيه ده بالظبط، جسد بشري اتحد باللاهوت فاصبح الله المتجسد. في لكن العكس، الانسان لا يستطيع ان يتغير، ان يتاله. نعم. في حته مهمه وهي ان يعني الله ظهر في الجسد. طيب ليه بنسميه بقى ابن الله وليه بنسميه الله؟ نعم. بنسميه ابن الله يعني الخارج من الله بالمعنى البلاغي، مجازيا. مجازيا، ما خارج من الله. مش بالمعنى الحرفي، لان المعنى الحرفي لكلمة ابن التزاوج، الزواج والخلفة. حاشا لله، حاشا لله أن يحصل كده، لم يلد ولم يولد. فأنت تتفق مع هذا؟ ما بالتأكيد. نعم. لكن ابن لأنه خرج منه، زي ما نقول ابن مصر يعني الخارج من مصر، ابن النيل الخارج من، ابن البادية الخارج من البادية اللي جاي منه. فالمسيح ابن الله بمعنى أنه الخارج من الله. طب بنسميه الله ليه؟ لأن الطبيعة الإلهية اللي فيه يبقى ده إله، والطبيعة الجسدية يبقى ابن إنسان أو ابن الله. الطبيعة اللاهوتية ابن الله من طبيعة الله، والطبيعة الناسوتية ابن إنسان من طبيعة الإنسان. نعم. وليس في هذا أي مشكلة، يعني عملية بسيطة. هو صعب على الإنسان أنه يتصور لما تقول الله الآب الله الابن، للعقل البشري غير شيء غير مقبول. ما تجيش كده الله الآب، بالمنطق البشري ما تجيش الله الله الآب زائد الله الابن زائد الله الروح القدس. لا، ده هو الله الواحد. آب وابن وروح قدس، الله الواحد. آب من حيث الوجود، ابن من حيث العقل، الروح القدس من حيث الحياة. يعني لما نقول الأستاذ محمد موجود، الأستاذ محمد عاقل، الأستاذ محمد حي، مش كده؟ فيبقى إذن أنا ما بقولش إيه، في واحد اسمه الأستاذ محمد موجود، وواحد اسمه الأستاذ محمد عاقل، وواحد اسمه الأستاذ محمد حي، ما تركبش. لكن محمد موجود وهو نفسه محمد عاقل، وهو نفسه محمد حي كجسد، يعني حي بالروح، واخد بحضرتك؟ نعم. فإذا بس هي الموضوع محتاج إلى الواحد يقول له يا رب أنا عايز أفهم العلاقة دي. لأن مهما اجتهد العقل البشري، هو إحنا بس بنبين الموضوع أنه مش ضد العقل، لكنه في الواقع يسمو عن العقل. أكيد. فمحتاج إلى إعلان من الله. الله هو الذي يعلن لنا، الروح يعلن كل شيء حتى أعماق الله. نعم. والقضية كلها ما هياش حساب جبر وحساب ومثلثات، لا، العملية كلها علاقة بالله، علاقة بالله. نعم. يحكي الله لي سره ويعرفني عن ذاته. فنحن بندعو إلى العلاقة مع الله، مش مجرد عقلانية الله، لأن أعقله. نعم. الله طب راح فين الحياة الأساسية، الهدف؟ فالهدف إن أنا بطلب من ربنا، أقول له يا رب أنا عايز أعبدك، عايز أعيش وياك، عايز أتمتع بيك، اعلن لي عن ذاتك. لطيف. وهنا الله بيعلم ويشرق بالنور في قلب الإنسان. نعم. لأنه بيقول لك كده، الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. احتياج البشر، احتياج البشر. نعم. أنه يقول له يا رب عايز أوصل لك،
يا رب عايز أعرفك، يا رب نور لي طريقي، نور قلبي، غير حياتي، اديني أن أنا أكون في علاقة حبية معاك وشركة اتحادية وياك. فالله بيسمع سجيب، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فياريت أحبائنا المشاهدين اللي وجد صعوبة في تقبل هذا الأمر، رغم أنه بالعقل كده والمنطق مظبوط، لكن لو يجد صعوبة لتقبله يبقى وهو يرغب في ذلك يتجه إلى الله بقى. لأن احنا عملنا اللي علينا، وصلنا الكلام للعقل، لكن عشان خاطر الموضوع ينزل للقلب محتاج إلى عمل ربنا. هذا عمل إلهي، عمل إلهي نعم كامل. وأنت تفضلت قلت ذكرت آية، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هو سر، سر، ومش سهل علينا احنا نستوعب هذا الشيء. بس ما هوش ضد العقل، لان انا إن بلاحظ قوي ان واحد يقول لك لا ما هو ده لازم تقبلها كده، انت مش هتقدر تفهمها، اقبل الموضوع كده. بس ده ضد العقل. اقبله ازاي كده هو ضد عقلي؟ نعم. يقول لك لا ما لا تناقش. لا تناقش يا علي، مش كده؟ لا ناقش وافهم، بس لما تيجي لحتة التلاحم وياها وتقبلها كده يبقى محتاجة إلى لمسة ربنا. شكرا جزيلا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، نحن نتكلم عن الله، الله المحبة، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا، ومتى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. هذه المواضيع نحن نصلي أن الله يستخدمها كما تنير بصيرة الكثيرين. وإن كنت لم تفهم بعض ما ذكرناه أو بعض الأشياء التي ذكرت كانت قد تبدو جارحة أو مؤلمة، فنحن نصلي أيضا معك أن الله يستخدمها كما تأتي بثمر سماوي. شكرا أعزائي المشاهدين، واللقاء بكم في حلقة أخرى.